ومن مافيا كما اتوقع يعني انه مثلا لما الاستاذ حسين فهمي عمل لكم الزهور ابييرنس يا سلام الظهور يا ده سلام ابتدى يبقى انت كمان عندك اه عمل لنا ايه لا ممنع طب وانت, وانت فهمت المعنى او, طبعًا. أو ما اعرفش اذا كان الترتيب الزمني صح بس انت فهمت معنى انه لما يكون في فيلم شبابي حلو بتاعه ويطلبوا من احمد السقا انه يعمل ظهور خاص في الفيلم ما بيمنع اكتر الحمد ممثل الحمد لله. عمل ظهور خاص لزمايله واصحابه الحمد واولاده لله. يعني اذا اعتبرنا الصغيرين فهمي فهمي لسه دوره جاي بس انا آه شاكك لا دوره جاي الحقيقه عندي بقى انا ساكتة اهو الحقيقه هو. عندي بقى الحقيقه بالمناسبه بالمناسبه انا بنتهز فرصه ان انا مع حضرتك بشكرك وبشكره آه. لان بجد انا من الحلقات اللي استمتعت بيها والراجل ده اخويا بجد يعني آه. الثلاثي اخواتي معتز التوني طب ايه الحقيقه بقى ما دام مش معقول هعديها وانا قاعد انا مستنياها الحقيقه انه تعض كلب عض وما كانش عارف يسوق العربيه العربيه اللي هو اتكلم والله ما كان عارف يسوقها اه امال يعني آه يا بق يا فاهم وباع في الحوندية اقول لك ايه تاني بقى؟ ما رضيش في الحوندية وباعها وكان بيقعد اقول له يا ابني انت ناقص تقعد على التابلوه بيقعد غلط فيها اقول له انت قاعد مش شايف اقول له اقعد على التابلوه حد يسوق لك مش والله لازم لو احط الحته دي قال لي بقول لك ايه؟ انت عارف بحبك ازاي؟ قلت له عارف والله وانا عارف ما انا فعلا قلت له عارف والله فقال لي طيب قلت له انا هخلع بقى قال لي ماشي فالمهم ايه؟ قام رايح عند دولاب الجوائز بتاعته والحاجات دي واحنا هنلعب كوره بكره اصلا مفيش حاجه خالص يعني يعني هشوفه تاني وهعدي عليه اخده ونروح نلعب كوره اقوم رايح عند الجوايز نطلع سبحه انا بقى تخيلت في مخي دلوقتي موسيقى مؤثره جدا اوكي السبحه دي عليها اذكار واوراد ما تضيعش منك لحد ما تموت فانا مش ليه الاوف احنا مفيش حاجه هتحصل اصلا يعني الموضوع مفيش اي حاجه هتحصل قلت له تمام ومحتفظ بيها لحد دلوقتي <applause> بس هي دي مكالماتي يعني تلاقي مكالمات مثلا <applause> الو انت فين؟ اقول له انا في وسط البلد. بتعمل ايه؟ اقول له في حاجه؟ <applause> يقول له ولا حاجه اقول له في العربيه. <applause> اخويا الصغير هاقف في ظهري ولا لا؟ احمد انت بتتخانق في الشارع ولا ايه؟ <applause> اخويا الصغير بقى في ظهري انا مش هاقف في ظهري؟ قلت <applause> له اه في ظهري يقول لي الساعه كام في ايدك؟ اقول له 12 ونص. 2 الا ربع تكلمني 2 الا ربع خلاص؟ <applause> فاقول له ماشي بس في حاجه؟ 2 الا ربع تكلمني. اللي انا اكلمه ولا هو يرجع يكلمني وما حاجه <applause> وبعدين قصة تانية دي القصه الثانيه بتاعت وصاحبي وهتقف جنبي والقصه دي ده كان فيلم هنعمله انا وهو احمد نادر اه ورحنا عند امي في المهندسين واتغدينا وقرينا فتحه ما شفتهمش تاني احنا عمالين جنب بعض ما شفتهمش تاني خالص وبالمناسبه انا احمد نادر من الناس اللي انا بموت فيهم <applause> بموت <تصفيق> وشايف انه مخرج عبقري ما شاء الله الله اكبر عليه <applause> ربنا عزيه. اه ابني بالظبط ايوه احمد ابني ابني في السوق أول ما, ما, ما شاء الله والله العظيم احمد اصله كمان متربي جوه الشركه ما شاء الله احمد راجل راجل محترم حبيب قلبي أول.